أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حنكمل في محاضرة الفايبرينوليتيك سيستم، واتفقنا أن الفايبرينوليتيك سيستم هي عبارة عن عملية بتبدأ مع الكواجوليشن كاسكيد ميكانيزم، لكن بسرعات متفاوتة، مظبوط، بتبدأ العملية من خلال تقشير سبستريت سميناه بلازمينوجي، بيتحول الى بلازمين، ثم البلازمين بيشتغل على الفايبرين اوجين، يعني فايبرين وفايبرينوجين، وبيحوله الى فايبرين ديجريديشن برودكت. العمليه هذه تحتاج الى اكتيفيتور وانهيبيتورز، بمعنى تحتاج الى ريجوليتورز. قالوا انه عمليه تنشيط البلازمينوجين الى بلازمين في له اربعه اكتيفيتور، اربعه انواع من الاكتيفيتور، ماشي. اول نوع هو الكونتاكت فيز. فاكرين الكونتاكت فيز في الكواجوليشن كاسكيد ميكانيزم؟ هو فاكتور 12 وحده، والهايبرفلار ويت كازينوجي والبريكاريك، ماشي. اكتيفيتد فورم اوف ذيس من الانترنسيك باث واي كان اكتيفيت بلازمينوجين، وبيحوله الى بلازمين، وهذا يؤكد ما قلناه المره اللي فاتت على انه بوث الكواجوليشن كاسكيد والفايبرينوليتيك سيستم are acting together، بدوا مع بعض، ماشي. لكن هذا زي ما قلت لكم بسرعات مختلفه الى ان تنعكس هذه السرعات. يبقى اول اكتيفيتور هو عباره عن كونتاكت فيز، ثاني اكتيفيتور هو عباره عن فيزيولوجيكال فاكتور، وفي عندنا تو امبورتنت فيزيولوجيكال فاكتور بمعنى انترنسيك فاكتور، بمعنى موجودين extrinsic factor، موجودين خارج الدم، they are extrinsic. أول واحد هو tissue plasminogen activator، tissue plasminogen activator، وهذا بيطلع من damaged endothelial cells. يوم ما يصير فيه blood vessel damage بيطلع منه tissue plasminogen activator which can activate also the fibrinolysis. الثاني موجود في اليورين وموجود في البلازما، يسموه يوروكاينيز بلازمينوجين اكتيفيتر، يوروكاينيز بلازمينوجين اكتيفيتر، ماشي. موجود في التوبولار ابيثيليوم والفاسكولار اندوثيليوم، يعني برضو بيطلع من الاندوثيليوم دامجد اندوثيليوم، وبرضو بيصنع في الكدني في التوبولار اندوثي ابيثيليوم سيلز. Both are extrinsic. يعني normally they are not found in blood. They are not found in blood. They are formed in blood بعد ما يصير في إيش حدث. بعد ما يصير في حدث، سواء كان اللي هو fibrinolytic system or other situation. الإبيثيليوم هو بقصد فيه الإندوثيليوم. بس لأنها نجيبه في نفس الكدني. النفرون بيتكون من إيش؟ النفرون في الكدني، في التيوبولز، في طبقة مبطنة هي طبقة إبيثيلية، وهي اللي بيصير لها تقشر. عشان هيك لما بتفحص انت اليورين، مش فحصت يورين، لما بتعملوا يورين أناليسيس بتلاقي فيه إبيثيلي نورمال، إبيثيلي سيلز طالعة في اليورين، إبيثيلي لا، فهي عبارة عن طبقة مبطنة للتيوبولز، وبالتالي يسمع فيها. فالنوع الثالث وهو إكسوجينس فاكتور، والإكسوجينس فاكتور يوجوالي هو عبارة عن نوع من أنواع الميديكيشن، علاج بيستخدم في إذابة الجلطات، ماشي. أشهرها الستريبتوكاينيز، الستريبتوكاينين أو الستريبتوكاينيز، وهو عبارة عن إنزيم برضو بيعمل إذابة للجلطة، ماشي. وثرومبين برضو بيعتبر كعلاج في بعض الحالات، بيعمل إذابة برضو، بنشط البلازمينوجين وبيحوله لبلازمين. لكن الستريبتوكاينيز هو أشهر وهو رخيص، متوفر بكثرة في المستشفيات، وإن كان اليوم منع عالميا، منع استخدامه لأنه يستخلص من بكتيريا الأوريجين، من الستريبتوكوكس، وهذه عبارة عن إميونوجينيك إيجنت، يعني بتنشط إيش؟ جهاز المناعة، جهاز المناعة لها أنتيجينيسيتي، فاهمين علي؟ إلا أنه في بعض الأماكن لازال بيستخلص. في الدور الرابع وهو برضو secretion ducts
بيطلع من اللي هو السكريتوري عندنا حنذكره في كل السكريشن اللي موجودة في الجسم. في اكتيفيتور بتنشط زي الحليب زي الدموع التيرز ميلك سمن يورين بلازما كلها عبارة سلايفا كلها عبارة عن ايش؟ عبارة عن مواد احنا اصلا نحتاج الى انها تكون always in its fluidity status مزبوط؟ لانه اذا تجمدت بتايش؟ تعمل مشاكل مزبوط؟ وبالتالي لابد انها تكون fluidity. عشان هيك اي فايبرين بيتكون فيها يعني حليب الام بدنا يتجلط بالضبط، سمن بدنا يتجلط، يورين بدنا يتجلط، وبالتالي لابد يكون باستمرار في اي فايبرين. اي فايبرين بتكون على طول بدا بطول بيدوب، فاهمين علي؟ فهو هذا الرابع وان شاء الله حنذكره. وهي الميكانيزم يا شباب، طلعوا لي عليه، طلعوا شايفين هاي البلازمينوجين تحول الى بلازمين، ثم البلازمين اشتغل على الفايبرين وحولوا لاف دي بيز لفايبرين ديجريديشن برودكت. وزي ما انتم ملاحظين على الشقه اليمين في اكتيفيتور وعلى الشقه الشمال في انهبيتور، which means you know, this process is highly regulated activated and processed. The activator يا شباب ثلاث أنواع مذكورين هام ملاحظين، هاي أول واحد tissue plasminogy activator and neurokinase plasminogy activator وسموها physiological. نمرة اثنين streptokinase وسميناها، نمرة ثلاثة الكاليكرين و 12 والهايبرغرويد كالنين و 11 سميناها قبل هيك كونتاكت فيز. كلهم هذول عباره عن ايش؟ اكتيفيتور. بالمقابل الانهبيتور يا شباب، انهبيتور لهذه العمليه لتحويل البلازمينوجي لبلازمينوجي، هم عباره عن بلازمينوجي اكتيفيتور واحد واثنين وثلاثه. ثم اللي تحت هي عباره عن ايش؟ اختصار اخذناه قبل هيك اخذناه خدناه على ملا اللي بده يلا خدناه. قلو اختصار الـ FDB؟ لا TAFI خلاص؟ تشو اكتيفيتور هو عبارة عن ثرومبين اكتيفيتابل فايبرينولايسيس انهيبيتور. مش قلنا لكم لما في الكواجوليشن كاسكيد ميكانيزم قلنا لما بيبدأ تكوين الثرومبين ماشي على سطح البليتلت بينشط كمان ما يسمى بالثرومبين اكتيفيتابل فايبرينولايسيس انهيبيتور ريسبتور. يعني بيعمل انهيبيشن لمين؟ للفايبرينولايسيس. يعني لما بتبدا الكواجوليشن كاسكيد ميكانيزم بيبدا تكوين الثرومبين في نفس الوقت في بداياته بيعمل انهيبيشن لمين؟ للفايبرينولايسيس. عندنا هنشوف انه في نهاياته هيعمل اكتيفيشن للفايبرولايس ماشي، زي ما عمل بروتين سي وبروتين اس فاكرين سوري ثرومبين نشط فاكتور 5 و 3 وقتيش 5 و 8 لو ليفل، وفي نفس الوقت لما عمل انهيبيشن ل 5 و 8 نفس الحكايه. في بدايه التكوين بيعمل انهيبيشن للفايبرولايس لكن في النهايه بيعمل اكتيفيشن. مفهوم يا شباب؟ يعني في علاقة مشتركة موجودة between different systems. عشان هيك الهيموستاسيس هي عبارة عن complicated process، عبارة عن عمليات معقدة بيدخل فيها أكثر من system مزبوط؟ طيب شايفين اللي تحت plasminogen بده يشتغل على fibrin وحول الـ FDBs، برضو في له inhibitor. هذه المرحلة لها two major inhibitors، في خمسة inhibitor لكن اكبر اكثر اثنين بوتنت هم الفا 2 انتي بلازمين والفا 2 مايكرو جلوبال ماشي. سيلين بروتيز يس دي ار تريبسين لايك بروتيز. مفهوم يا شباب؟ في كلاسيفيكيشن ثاني ماشي للاكتيفيتور اكتيفيشن بلازمينوجين، قسموهم لانترينزينج plasminogen activator. intrinsic بمعنى within blood within a blood، ثم extrinsic وال within blood اللي هم عبارة عن ايش يا شباب؟ contact contact phase. ثم extrinsic اللي مش داخل الدم
they are out of blood. لكن بيصيروا في الدم تحت تأثير فيسيولوجي في حالة معينة يوم ما يصير في دمج للتشو ماشي. ثم exogenous أخذناها. ثم الرابع ده هو plasminogen activation in secretory ducts. In secretory ducts يعني كل قنوات اللي بيصير فيها secretion مفهوم. وهي الصورة مرة تانية بشيء من التفصيل السكيماتيك دياجرام تاع الفايبرونيتيك سيستم بنوع من التفصيل. لاحظوا ماشي هاي الاكسترينزي موجود خارج الدم موجود اللي هو تشو بلازمينو اكتيفيتر. شوفوا وين موجود. موجود في الميوكارد موجود في البروستيت موجود في اليوتراس مواقع حساسة في الجسم ماشي وموجود في الفاسكولار اندوثيليوم. يوم ما يصير في دامج بتطلع هذه المبنى. والانترنزينج هذا هي هاي مولكلابريت كانينجين فاكتور 12 امبريكاليكرين او كاليكرين بيتحول الى البريكاليكرين بيتحول لكاليكرين مزبوط. ثم سيكريشن هذا هي الثالثة. شايفين اليورين في يوريكاينيز تيرز سلايفا سيمن انتل ماشي. وهدول كلهم بيحولوا البلازمينوجين يعتبروا بلازمينو اكتيفيتر بيحول بلازمينوجين لبلازمين. شوفوا البلازمينوجين كمان مين بيأثر عليه. اكسوجينس فاكتور من برا ستريبتوكاينيز والثروب. انا ممكن اضيف ثروب بيحول بلازمينوجين لمين للبلازمين. هذه العملية في لها انهيبيتورز هذاهم شايفينها كم واحد الفا 2 انتي بلازمين الفا 2 ماكروغلوبولين الفا 1 انتي تريبسين سي اند انتي ثرومبين 3 وسي 1 ان اكتيفيتور. مجموعه كبيره من ايش من الانهيبيتور بيعملوا انهيبيشن لمين للبلازمين ماشي. طبعا زي ما متفقين انه فور ثيرابيوتيك ديستراكشن أو ثرومبوسيس يعني يوم ما تصير جلطة يا شباب ويدخل المريض المستشفى يدخل عناية الوحدة العناية المركزة بيبدو يدو فايبرينوليتيك دراج. شو يعني فايبرينوليتيك دراج؟ مذيبات الجلطة مذيبات الجلطة ماشي. شو بعمل؟ they are trypsin like proteases ماشي. شو بتعمل؟ بتنشط البلازمينوجين وبتحوله لمين؟ يعني في فري بلازمين حيكون ويشتغل على الجلطة ماشي ويكسر. واتفقنا على انه هذه العملية are acting slowly ماشي is acting slowly. قديش بتاخد؟ بتاخد حوالي 48 ل 72 ساعة صح؟ مظبوط ولا لا؟ مش اخدناها هدر عليه من البرايمري فيز من 3 إلى 5 دقائق السكندري من 5 إلى 10 والتيرشري من 48 إلى 72 ساعة مظبوط. هيك أخذناها it's a slow process. ليش؟ قالوا لأنه البلازم هذا بده يشتغل على فايبرين مجدول كروس لينك فايبرين مش فاكتور 13 ايش عمل؟ جدلوا كروس لينكينج ماشي. وبالتالي it's an A slow process. والسلو نعمة من النعم. عارفين ليش؟ لأنه عشان ما يصيرش premature clot lysis premature 100% it's highly regulated وبالتالي بصير bleeding مظبوط؟ بدناش إياه هذا. وبالتالي العملية it's highly regulated. يبقى for therapeutic use إحنا أول ما يخش المريض بدو إيش؟ بدو اللي هو فيبريتيك ايجنت. عشان هيك يمكن سمعته بالمقوله دائما لما واحد بياخذوه مع جلطه بينيموا الوحده بيقول بيسالوا الدكتور اهله كيف وضعه بقول لهم هو في خطر في اول 72 ساعه صح. هو في خطر. عارفين ليش خطر؟ لسه كل دائما لسه الجلطه احنا قاعدين بنكسر. طب الخطر من وين جاي؟ انه ما ذبش الجلطه بيصير فراكشن في العضله
الخطر جاي من فتافيت الجلطة. تسدد أول. لأنه هذه ممكن تعمل بالمونري إمبوليزيوم وتطلع هذه الفتافيت تمشي في الدم، ضل تمشي 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 إلى مناطق الله أعلم وين تصل. ممكن تصل برين على الحرم، تنزل تحت على الرجلين ماشي وتبر وتسكر. وإذا سكرت بتعمل فاركشن مزبوط، يعني ممكن تؤدي إلى بيرمننت حتى ديسيبلينج للمريض. ومن هذا المنطلق احنا بنقول هو في سيف طالما في خطر سوري في أول 72 ساعة متى ما عدت وخلصنا منهم كان الله بالسر عليهم. كيف نخلص منهم؟ هدول فتافيت اف دي بيز الفايبرين ديجريديشن برودكتس، هي عبارة عن شقف من ايش؟ من الفايبرين. كيف نخلص منها؟ اللي بخلصنا منها هو الريتيكولو اندوثيليوم سيستم، في عندنا جست سيستم في الجسم سواء كان الليبر او الماكروفيج اللي في السبرين واتيفر ماشي او الليبر بروحوا مخلصنا منها اول باول ماشي. نكمل سيبتوكينيز بينعطى اذا نظر واحد من الاكسوجينس، اتفقنا اكسوجينس اكتيفيتور للفايبرينوليتيك سيستم، تيشو بلازمينج اكتيفيتور هذا عباره عن برضو فايبرينوليتيك ايجنتس لكنه غالي شويه مقارنه بالايش بالستريبتوكينيز لانه بيصنع بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي ماشي، بناخده من اليورين بنستخلصه وبنبدا نعمل ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. طيب نشوف كمان سيستم موجود، شايفين سكيماتيك دايجرام، في حاجه جديده يا شباب. ايش الحاجه الجديده؟ ايوه دور بروتين سي وبروتيناز. شو بيعمل بروتين سي وبروتيناز؟ هو بيشتغل كأنتيكوالنت لكن في الفايبرينوليتيك سيستم مش بيعمل بيعمل ايش؟ بيعمل بلوكينج. شايفين الخط هذا؟ شايفين الخط؟ ايش معناته؟ بيعمل بلوكينج لدور مين؟ الاكتيفيتر انهيبيتور، يعني بيعمل انهيبيشن للانهيبيتور وبالتالي بيعمل اكتيفيشن، يعني بنشط فايبرينوليسيس. بعيد تاني بروتين سي بروتين اس سيستم بيعمل بلوكينج نيوتراليزيشن لمين؟ للاكتيفيتور انهيبيتورز وبالتالي بيعمل اكتيفيشن لمين؟ ستيميليشن للفايبرينوليتيك سيستم. ماشي يا شباب هذا دور مهم جدا ضروري كمان نحكي فيه. طيب اتفقنا على انه العمليه هي سلو مظبوط، تحويل بلازمينوجي الى بلازمين هي عباره عن سلو سلولي ديزولف اير فايبرين كلوتس وهيو انهيبيتورز ار نيوترلايزد باي مين بروتين سي بروتين اس كومبلكس ثس انهانسينج مين 100%. تيشو بلازمينو اكتيفيتور اتفقنا على انها بتطلع من ايش؟ من الدمج اندوثيليال سيل وبتبدا تشتغل على البلازمينوجين اللي مدفون في داخل الجلطه وبتحوله الى مين؟ الى بلازمين وبدا يفجر ويذيب الجلطه شويه شويه. الجلطه العمليه سلوري لانه في فاكتور 13 قبل هيك اشتغل وعمل عمليه ايش؟ جدل. بروتين سي وبروتين اس انهانس فايبرينوليسيس وش بيعملوا؟ بيعملوا انكتيفيشن لمين؟ للاكتيفيتور انهيبيتور وبالتالي بيعملوا انهيبيشن للانهيبيتور وبالتالي بيعملوا اكتيفيشن. بلازمين يا شباب هو عباره عن انزيم زي الكواجوليشن كاسكيد ميكانيزم، كواجوليشن فاكتور ممنوع يكونوا انزيماتيك فور في الدم. بلازمين كمان is forbidden is not present in blood is not present in blood it's a non-specific proteolytic enzyme. شو وظيفته؟ بيدوب الفايبرين والفايبرينوجين وبالتالي بيدوب الكلوت وبيحولها الى small fragments مظبوط سميناها FDBs and this FDBs بتشتغل as a positive feedback loop لمين؟
for plasminogen formation. أي تاني الجملة هذه إيش يعني positive؟ تعرف الفيدباك ميكانيزم. الفيدباك ميكانيزم في نيجاتيف وفي بوزيتيف. مظبوط. بوزيتيف يعني انهانسر. مظبوط. هذا بيشتغل as a positive feedback loop. لمين؟ عشان يكون بلازمينوجين. ليش؟ قالوا لأنه كل ما تكون FDBs يعني كل ما استهلكنا بلازمينوجين بيقل ولا بيقل ليش؟ بيقل. فكل ما قل البلازمينوجين كل ما زاد FDBs بيقل البلازمينوجين بيصير في تريجر للليفر عشان يكون بلازمينوجين جديد. يكون ايش؟ بلازمينوجين جديد. تبين معايا؟ كمان البلازمين بيشتغل على فاكتور 5 و 8 بالإضافة إلى الفايبرين والفايبرينوجين وبعملهم ديجريديشن دايجيشن يعني ديجريديشن يعني هو كمان بيساعد البروتين سي بروتين السيستم في إيش؟ في الانهيبيشن أور إناكتيفيشن لمين؟ 8 و 5 كمان بنشط الكواجيليشن كاسكيد ميكانيزم من خلال الكونتاكت فيز والكاينين سيستم وبنشط الكومبليمنت وبنشط غير الكومبليمنت لا هذا موضوع تاني هذه سيستم تانية بتخش على الخط شايفين قديش العملية مش سهلة صار كم سيستم شغال كواجيليشن كاسكيد فايبرينوليتيك سيستم كاينين سيستم كومبليمنت ماشي مثلا اصلا بنعمل الهبس الى الكومبليمنت سيستم ليه مش بنعمل الهبس الى الخمسة او الثمانية وش دخل؟ كومبليمنت ايش دخل في الكواجيليشن؟ تو كومبلكسز التنيز والبروثرومبينز ايش بيعمل؟ ايش علاقتهم بالكومبليمنت؟ مش بتبدا من البروثرومبينز كومبلكس مين هي الكومبليمنت؟ حرام عليك كومبليمنت انجاز المناعة عبدالله اخذت مناعة؟ طيب لما تاخذ مناعة بتناقش مالوش دخل في الموضوع فيش علاقة ماشي؟ هذه بتتنشط بالسيستم مختلف تماما سيستم مستقل ماشي تتنشط بثلاثة different pathway واحد اسمه classical والalternative واللكتين ثلاث pathway وبالتالي كل واحدة لها خطواتها المختلفة ماشي طيب plasmin أرجع تاني plasmin هي عبارة عن highly regulated process highly regulated وشوفنا كيف inhibitor واكتيفيتور لكل خطوة من الخطوات مظبوط الموضوع الثاني البلازمين is temporary released يعني بقعدش كتير في الجسم في الدم ماشي highly regulated temporary released and it's local ماشي بيشتغل في ايش في موقع الحدث موقع الحدث قالوا انه في كثير من السيميلاريتيز موجوده ما بين الكواجيليشن والفايبرينوليتيك سيستم زي ما انتم ملاحظين في كل خطوه من الخطوات في تشيكس اند بالانسز في ايش في تشيكس بمعنى في كنترولر في بيحدد مظبوط اند بالانسز بيوازن هذه العمليه بين ذا ديفرنت سيستم اللي موجوده يعني على سبيل المثال شفنا انه الاثنين بدوا مع بعض كواجيليشن فايبرينوليتيك واحد بدا بسرعه عاليه جدا وواحد بطيء بعدين انعكست الحكايه يبقى في بالانسز ولا لا في بالانسز ماشي there are similar mechanism كمان in dissolution of the clot promote wound healing طبيعي لان العمليه هي عباره عن healing process important that bleeding does not recur ما بتصير which means ليش لانه في شيء premature clot lysis لانه اذا صارت مشكله ماشي عشان هيك العمليه slowly لقيت يا شباب كل ما كانت الخطوات slow كل ما سهل التحكم فيها صح وما انه في عندنا controls مزبوط controller في الوسط سهل جدا يتحكموا في ايش في slow process لكن لو كانت fast بيكون صعب جدا فهي عبارة عن عملية وبالتالي عملية التحكم في إذابة الجلطة عملية محكمة جدا وما بصير فيها premature clot lysis طيب نشوف الجدول هذا ايش بيقول دور البلازمين ماشي قالوا وظائف البلازمين
activate fibrinolysis. طبعا هو بنشط الفايبرينولايسين لانه شفنا بيشتغل على الفايبرين والفايبرينوجين وبحوله ل اف دي بيز شوجر سموها اكس وواي ودي واي عندنا هنشوف. نمرة 2 activate intrinsic coagulation cascade mechanism وشفنا العلاقة المباشرة بينه وبين الكونتاكت فيز. نمرة 3 interfere with the intrinsic common and common pathway طبعا لانه بيعمل degradation لفاكتور 5 و8 ويعني بيعمل degradation للتنيز والإيش والبروثرومبينيز كومبلكس. واحد في الانترنزين والتاني وين في الكومون والتاني وين في الكومون البروثرومبينيز مزبوط. طيب نمرة 3 أو 4 بروثرومبين conversion of fibrinogen to fibrin وانتبهوا لها الميكانيزم بيعمل blocking للثرومبين action يعني inhibit thrombin function. شايفين thrombin ايش بيعمل يا شباب؟ 100% يعني بيكون شغال عشان يعمل جلطة. خلص اذا انتهى دوره بدنا نوقفه. مين بيوقفه؟ قالوا الاف البلازمين. ايش بيعمل؟ شوفوا ايش بيعمل. بيطلع اول شيء بيعمل direct inhibition للثرومبين. نمرة 2 بيطلع اف دي بيز شو قف الاف فراجمنتس هذه شو بتعمل وتش بلوكس بلوكس بمعنى تمسك في مين في السايت اوف بايندينج تبع مين تبع الثرومبين مع الفايبرين. فهمت علي؟ اي تاني الثرومبين لما بيجي بيشتغل على الفايبرين والفايبرينوجين بيمسك فيهم من خلال بايندينج سايت هي اللايسين يا إيه لايسين ماشي. لما بيجي بتكون الاف دي بيز بيجوا بي يمسكوا في اللايسين فالثرومبين لما يجي يشتغل بيلاقي لايسين بتعرض على الفايبرينوجين فبيشتغلش وبالتالي بيصير في بلوكينج لمين لشغل الثرومبين للثرومبين فانكشن. فاهمين علي يا شباب؟ 100%. طيب حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ نعمل سمري على السريع. سمري نمرة 1 متفقين على انه الفايبرينولايسيس عملية اللي بيكون فيها انزيم ايش اسمه 100%. ثم تيشو بلازمينوجين اكتيفيتر هو عبارة عن اكتيفيتر بيطلع من الدامجد اندوثيليال من الانجرد فيزلز ماشي. نمرة 3 بلازمينوجين هو عبارة عن انزيموجين which is inert substrate يعني ماشي normally found in بلازما ولما بتحول لما بتنشط بتحول الى بلازمينوجين الى بلازمين بواسطه بلازمينوجين اكتيفيتور. ثم الاكتيفيشن اوف بلازمين حددناها قلنا في انترنزيك واكسترنزيك واكسوجينس وسيكريتور مظبوط ماشي. ثم حكينا انه البلازمينوجين هو عباره عن جزء من الجيش من الجلطه بيدفن في الجلطه اثناء تكوينها. ان وين بلازمينوجين اكتيفيتور بيرفورم ماشي بتحول البلازمينوجين لبلازما وهذا بيبدا يدوب في الجلطه وانه البلازمين اللي بيطلع على شكل فري لكنه محاط بانهيبيتورز بيقدر يفور بيقدر يسلو ديفيوجن بيقدرش اوتوماتيكلي اول باول لزياده منه حتى شو بيصير لها نيوتراليزيشن شو بيصير لها نيوتراليزيشن. عشان هيك العمليه بتضل localized بتضل localized. طيب كمان قلنا المشكلة انه لما بيتكون في حالات مرضية معينة بيزيد البلازمين الفري بلازمين الفري بلازمين بيزيد واذا زاد الفري بلازمين بيبدأ يشتغل حاجات تانية. فمن الحاجات اللي بيشتغل عليها شباب التانية بيبدأ يكسر فاكتور 5 و8 بيبدأ يشتغل على other factors غير الكواجوليشن فاكتورز ماشي وبالتالي بيبدأ يشعب شغله. This is a pathological condition لما يكون في جلطة أو في مراحل في حالات مرضية أخرى في حالات الانفلاميشن على سبيل المثال بيبدأ زيادة تركيز لفري بلازمين
فبدا يشتري حاجات غير الفايبرين والفايبرين بيجن. مفهوم علي؟ كيف تتكون الـ FDDs Fiber Degradation Product؟ كيف تتكون الـ FDDs؟ احنا اتفقنا يا شباب على انه البلازمين بيبدأ يشتغل على الفايبرين والفايبرينوجين وبيبدأ يحاولوا يشقفوا الى فراجمنتس، والفراجمنتس هذه سميناها FDBs or او FSPs 100% Fibrin Degradation Product or Fibrin Splitting Product. وانه هذه البرودكتس الشقف هذه مين بيخلصنا منها؟ الاندوثيلاس. وانه these fragments are X, Y و D و E، ماشي؟ X, Y و D و E، بيتكون حاجة بيسموها DD diamond اللي هتشوف، ماشي؟ نشوف كيف بتتم العملية. كيف بتتم العملية؟ اللي على اللوح هذا هو عبارة عن fibrinogen molecule، هو عبارة عن ايه؟ fibrinogen molecule. أخذناه ولا ما أخذناه؟ أخذنا لو روتين ألفا 2 ألفا و 2 بيتا و 2 غاما مرتبطين مع بعض في إمج إمج إمج. هذا رقم 13 انتبهوا عليه. هو كواغوليشن رقم 1 مش 2، رقم 1 كواغوليشن فاكتور رقم 1 بيتكون. انتبهوا عليه يا شباب، قلنا من 3 بولي بيبتايد تشين اللي عبارة عن 2 بيرز two pairs جزئين من three polypeptide chain. هاي الفا وبيتا وغاما. شايفين الالفا كيف طالع؟ ماشي. الفا وبيتا وغاما in a mirror image قاعدين in ايش؟ a mirror image and they are connected with disulfide bond. صح. وقلنا هل تركيبة اللي صارت بتتكون from three domains؟ صح. اطلع على الدومين يا شباب، شايفين الخطوط الزرقاء المقطعة هذه؟ هاي الاولاني عبارة عن دي دومين، وفي المقابل الشقة الثانية دي دومين، وفي النص ايش؟ ماشي يا شباب. نشوف كيف بتتكون هذه العملية، نشوف كيف بتصير هذه العملية. ماشي. شوفوا ايش اللي بصير. يعني بيتكون البلازمين، يتكون ايش؟ البلازمين. ولما بتكون بالبلازمين بيشتغل كالآتي. اول ما بيشتغل بيقطع لي الزوائد الموليكيول، فبروح مقاطع a few portion of alpha chain من الطرفين، يعني بيقطع هاد وبيقطع هاد، ماشي؟ وبيكون فراجمنت كبير بسموها اكس فراجمنت. اكس فراجمنت ماشي. يبقى اول ما يتكون هي عباره عن ايش؟ الاكس فراجمنت، وهي نتاج عن ايش؟ عن قطع زوائد الالفا تشين في الشقتين، ماشي؟ ضل المولكيول اللي هو عبارة عن هذا الدومينز اللي احنا عارفين. ثم بيجي البلازمين وبيشتغل على الاكس فراجمنت، بيشتغل على مين؟ على بقايا المولكيول، وبقطع 1D دومين من شقة واحدة، بقطع الاكس وبيحولها في هذه الحالة الى شقفتين. شقفة الاولانية بيسموها دي، هذا هي وهي الصغيرة، والشقفة الثانية اللي ضايلة هي بقايا الإكس، ماشي؟ بيسموها وهي الشقفة الكبيرة، وبالتالي بيسموها واي، وبالتالي الإكس تحولت إلى إيش؟ إلى واي دي. تابعين معايا؟ الكبيرة واي، الكبيرة واي، الصغيرة دي، ماشي يا شباب؟ ثم بيجي بيشتغل على الواي وبقطع بعيد الكرة نفسها من الشقة الثانية، بقطع الدي من الشقة الثانية، ماشي؟
فبقطع الدي من الشقة الثانية وبالتالي واي بتساوي دي زائد اي. وبالتالي بصير عندي كم شقفة هان؟ اكس ثم واي ثم دي دي اند اي صح؟ صار عندي اكس واي اند دي دي اند اي صح؟ 100%. هلا اذا كان البلازمين قالوا اذا كان البلازمين بيشتغل على جلطة حقيقية الجلطة بتكون already X-linked بمعنى الفايبرين بيكون ايش؟ X-linked ليش؟ لانه اشتغل 13 عليه مظبوط؟ فالcross-linked D domain بصير بيعمل diamerization. شو بيعمل؟ diamerization. وبالتالي دي دي بيكونوا حاجة بيسموها دي دي دايمر. هذه وقت ايش بتصير يا شباب؟ اذا كان في جلطة حقيقية ماشي ريلي كلوب which means انه في فاكتور 13 اشتغل على الفايبرين وعمل له كروس لينكينج وبالتالي لما اجى البلازم يشتغل طلع لي دي دي لكن دي دي هدول عملوا ايش؟ لانه اوريدي مجدول اوريدي مجدول. بينما لو البلازمين تكون في حاله مرضيه اخرى بلازمين سبستريت تبعه مين؟ فايبرينوجين. هيشتغل على الفايبرينوجين ماشي؟ انتبهوا علي هيشتغل على الفايبرينوجين ويقطعه بيشتغل بالشكل هذا لكن الفايبرينوجين اللي اشتغل عليه مجدول؟ لا مش مجدول. فبالتالي في حالات مرضية أخرى الدي دي دايمر لما بيشتغل البلازمين دي دي دايمر is not full. وبالتالي هذه ميزة لمين؟ للدي دي دايمر بتعني وجودها بيعني it indicates إنه كان في active clot formation تبعها followed by ايش؟ by active fibrinolysis. فاهمين علي؟ بما انه هذه بنشوفها فقط في ايش؟ في حالة الكروس لينكد فايبرين بتعني وجودها بيعني انه كان في جلطة ولحقها ايش؟ lysis مزبوط. بينما في حالات مرضية اخرى لو ما لقناش الادي دي دايمر معناته ما بيكونش في جلطة سابقة ماشي. وبالتالي this test is a specific test is a specific test لمين؟ للفايبرينوليتيك سيستم انه صار في جلطة وفي active fibrinolysis شغال active fibrinolysis شغال. مفهوم يا شباب؟ هذا عنده سؤال؟ any question؟ يعني خلال ما هو مكون موجود هذا تي دي دايمان يعني فيه هميا في جلطة وعملها تتكسر في جلطة وعملها ايش؟ بتتكسر ماشي؟ طيب نكمل ونشوف. شوف يا شباب هذه الصورة بتقول انه والله ده هي شايفين القطع هي عبارة عن فايبرين يجي اشتغل هان البلازمين وضيعني زوائد الالفا ماشي اشتغل هان وهان ايوه شايفين الاسهم ثم اجي اشتغل على اول شقة الدي وقطعها ثم اشتغل على الشقة الثانية هذا هي الدي الثانية وقطعها مظبوط. وبالتالي صار عندي كم شقفة؟ ثلاث شقف بشكل اساسي وشقفتين انترميديت الاكس والواي مظبوط والدي والدي والاي مظبوط. مفهوم علي؟ شايفين كيف بصير صارت هاي الموليكيول
اجا قطع لي زوائد. هي شايفين الكيرسر ولا مش معايا انتم؟ هي زوائد الالفا قطعها، ثم قطع الدي دومين من شقه، ثم اجى على الشقه الثانيه وقطع الدي الثاني، ثم ايش ضل لي ثلاث شقف اساسيه، هي ايش؟ هي الدي والاي والدي، وشقفتين انترميديت اللي هم عباره عن ايش؟ الاكس والواي، عشان هيك بسموهم ايرلي فراجمنت وهذلك ليتي فراجمنت. ماشي؟ طيب وهي العمليه ببساطه هيك بتهيالي وضوح اكثر. هي الدي والدي وفي النص ايش؟ الاي. ماشي؟ بيجي البلازمين اول شيء بيضيع الشقفتين، صح؟ هيهم كانوا ماسكين، كانوا ماسكين هان، صح؟ فلتوا هان، مزبوط. بعد هيك بلازمين بيقطع من شقه واحده وبيقطع من الشقه الثانيه، وهي الميكانيزم يا شباب اللي بيحدد لي الدي دي دايمر. شايفين بلازمينوجين تحول الى بلازمين في اكتيفيتور انهبيتور. ماشي؟ لما يشتغل على الفايبرينوجين اللي ما كان ما خشش جلطه، شو طلع لي؟ اكس واي ودي واي ودي كل واحده لحال. لكن لو كان في فايبر كلوت، شايفين ايش تكون هان؟ دي دي دايما. ماشي؟ تبعين؟ طيب نيجي نتعرف على صفات الشقف هذه. اتفقنا على انه في عندنا خمس شقف، اكس واي ثم دي ودي واي. الاكس والواي قالوا هذول بيعرفوا بالايرلي ديجريديشن برودكت، بينما الدي والاي هما ليت ديجريديشن برودكت. الاكس الكبيره فيهم مولكيولار ويت تبعها 250,000 دالتون، والبلازمين بيجي بيقطعها باول ما بيبدا يشتغل، بيقطع الالفا زوائد الالفا. زوائد الالفا، ثم بيجي بديني اكس فراجمنت، ثم بيجي بيشتغل عليها وبديني واي ودي، ثم كمان مره بيشتغل على الشقه الثانيه وبدينا دي واي والدي دي دايمر بتتكون. الدي مولكيولار ويت تبعها 90,000، التنتين مع بعض 180,000. ووجود الدي دي دايمر انتبهوا عليه واقراوا، presence of دي دي دايمر is a specific indication لمين؟ for in vivo fibrinolysis، بتدل على انه عمال شغال ايش؟ namely intravascular thrombin formation، يعني كون thrombin وعمل جلطة وتابعوا ايش؟ followed by fibrin degradation product. ايش الدي دي دايمر؟ هنا عبارة عن بروتين ناتج عن ايش؟ كروس لينك ايش؟ region used as a clot stabilizer. DD dimer present in circulation إذا لقيناها is used as an indicator لمين؟ for blood clot being formed، كان في جلطة and broken down when cut فتفتت somewhere in the body، في مكان ما من الجسم. نعرف وين نحدد الجلطة وين؟ نقدرش نحدد. إيش تأثيراتها المرضية للأف دي بيز؟ شوفوا إيش مشاكل اللي بتعملها. The FDBs are significant because of their hemostatic effect which include نمرة واحد anti-thrombin activity. شفتوا تونا إيش؟ شرحت لكم إياها. Blocking لمين؟ Binding sites. نمرة اثنين interfere with polymerization. عملية تكوين يا شباب الفايبرين مونيمر هي عبارة عن عملية بلمرة، مزبوط؟ طيب لما يكون في شوائب من هالنوع وتخش في عملية البلمرة، خدتوه في الكيمستري، واي امبيوريتيز بتعني ايش؟ فشل عمليه البلمر، مزبوط. نمره ثلاثة تترسب على البلاتلت اند انترفير وذ اتس فانكشن. ماشي؟ نمره أربعة لها دور، هي عباره عن سبيسيفيك اللي هو الاي سبيسيفيك للثرومبين، تعتبر انتاغونيست يعني تعمل انهيبيشن للثرومبين. ليش مش مذكوره؟ طيب هاي الاكس والواي هن تفصيل لشغل كل واحده منهم.
الاكس والواي اللي هم الكبار يا شباب اللي هم انتي كواجيلانت افكت. ليش؟ ما دام لهم انتي كواجيلانت افكت لانه نمره واحد بخشوا كامبيورتيز شوائب كبيره في عمليه البوليمرايزيشن اوف ايش اوف فايبرين. الواي والدي كمان انهبت الفايبرين بوليمرايزيشن الانتي كواجيلاشن وفايبرين بوليمرايزيشن. الاي is a powerful potent يعني inhibitor لمين؟ للثرومبين. هي اللي بتعمل blocking للبايندينج سايت. هي اللي بتعمل blocking للبايندينج سايت. طبعا كلهم مع بعض ممكن يترسبوا على سطح البليتليت وعلى عوامل تجلط ويعملوا dysfunctional بليتليت. حد عنده سؤال يا شباب؟ الانهيبيتورز اتفقنا على انه في 2 ميجر انهيبيتورز وفي 2 ثانويات او 3 ماشي. الاولاني هو عباره عن الالفا 2 انتي بلازم ماشي. الفا 2 انتي بلازم هو عباره عن الفا 2 جلايكوبروتين سبستانس بيعتبر موست امبورتنت ناتشرالي اوكيرينج انهيبيتور. دوره الأساسي هو inhibition of plasminogen formation to the plasmin وبالتالي بيعمل inhibition للfree plasmin formation. بيرتبط بكل free plasmin. فاهمين علي؟ كل free plasmin which means انه قاعد بيحوط الايش مكان الإذابة مكان دوبان الجلطة. اي شيء بيطلع برا بيعمل له نيوتراليزيشن على المطرح لانه اذا طلع برا حيخرب انزايم هذا ماشي. انهبت الكلوت بروموتنج اكتيفيتي اوف بلازما كاليكرين كمان بيعمل انهبيشن للكاليكرين وبيعمل انهبيشن للكونتاكت فيز 12 و11 و2 و10 اند هيريديتري ديفيشنسي اوف البلازمين شفناها بتعمل دي اي سي. دي اي سي يعني ايش؟ لما يروح للبلازمين شو بيعمل؟ بيعمل دي اي سي اللي هو ديسيمينيتد انتراباسكولار كوغولوباثي وهذا مرض بيبدا ببليدنج وينتهي بيبدا بكلوت فورميشن وينتهي بايش؟ الفا 2 ماكرو جلوبولين شباب لارج ناتشرالي اوكيرنج بلازما جلايكوبروتين وأيضاً inhibits component of both the fibrinolysis and coagulation system بيشتغل على الجهتين وبيعتبر the second potent inhibitor بعد مين؟ بعد الألفا 2 أنتيبلازمين. لما بيخلص الألفا 2 أنتيبلازمين بيبدأ شغله الثالث ألفا 1 أنتيتريبسين وبرضو inactivate أنتي البلازمين بعد إيش؟ بعد ما يخلصوا التنين الاولانيين ماشي. و also inhibit factor بيعتبر potent inhibitory factor او factor لمين لفاكتور 11 في 2 كمان تانيين انتي ترومبين 3 وشفنا دوره المرة اللي فاتت وفي C1N activator برضو بيعمل inhibition لمين للبلازم. حد عنده سؤال يا شباب؟ يس حد عنده سؤال؟ اعطيكم العافيه.